السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الاستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو ان شاء الله جيت باش نجاوبكم على واحد السؤال اللي هو مهم جدا كيطرحوه التلاميذ والتلميذات وكذلك الاباء ديالهم واولياء الامور ديالهم. كيطرحوا واحد السؤال اللي هو مهم، اللي هو فوقاش غادي يبداو الدروس فعليا، يعني الدروس ديال المستويات اللي كيقراو فيها فوقاش غادي يبداو. اذا غادي نوضح لكم واحد الامر مهم جدا، وانه هذه الفتره اللي كاينه دابا خاصه بالتقويم التشخيصي وكذلك الدعم والتثبيت، لان الوزاره لاحت هذا البيان اللي غادي يبان قدامكم، هذه المذكره اللي كتنظم عمليه الدعم والتثبيت. يعني الوزاره خلات هذه الفتره في شهر 9 يعني في شتنبر خاصه بالدعم والتثبيت. اذا دابا كاين تقويم التشخيصي يعني تقويم المكتسبات، من بعد كاينه مرحله ديال الدعم والتثبيت حتى 24 شتنبر 2022، ومن بعد 24 شتنبر 2022 غادي يكونوا بدايه الدروس الفعليه وانطلاق الدراسه بشكل فعلي يوم 26 شتنبر 2022. ان شاء الله غادي يبداو الدروس بشكل فعلي. اذا في هذه الفتره كيكونوا التقويمات التشخيصيه والدعم والتثبيت، يعني التلاميذ ضروري خصهم يجيو، ضروري خصهم يحضروا، لانه في هذه الفتره كيبانوا التلاميذ شكون اللي متفوق، شكون اللي المستوى ديالو متوسط، وشكون المستوى ديالو اللي عيان او لا ضعيف، لانه الاساتذه في هذه الفتره كيبذلوا واحد المجهود اللي هو كبير جدا باش يقوموا، باش ان شاء الله يوجدوا حلول لدوك التلاميذ والتلميذات في جميع الاسلاك من طبيعه الحال. اذا هذا الشيء اللي كان عندي في هذا الفيديو، كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. اذا انا عارف راسي بانني مقصر في هذه القناه، وانني كنبعد عليها واحد المده اللي هي طويله جدا، والسبب راجع للصحة، يا ربي ان شاء الله نولي بخير وعلى خير. كنتمنى الشفاء لجميع المسلمين والمسلمات من المرض، والرحمة على جميع الموتى ديال المسلمين والمسلمات. اذا كما قلت كنتمنى انكم تزيدوا دعموا القناة بالاشتراك والضغط على زر الجرس. خليتكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.